الثاني قلنا أيكم يقرأ؟ لا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه قراءة في كتاب التبيان في آداب حملة الفرات للإمام النووي رحمه الله تعالى. يعني هذا الكتاب احنا الآن نقرأ للمرة الثالثة هنا في درسنا هنا، هذه الختمة الثالثة لهذا الكتاب. وينبغي أن هذا الكتاب أن يقرأ على جماعة التحافيظ في كل المساجد، أن يجعل لهم جرعة في هذا الكتاب ليتعلم قارئ القرآن ما هي الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها في رحلته في القرآن، التبيان في آداب من؟ في آداب حملة القرآن، هذا هو المفترض. نعم. فصل في الجهر والإصرار بالقراءة في الصلاة. نعم. أجمع المسلمون على استحباب الجهر بالقراءة في صلاة الصبح. ممتاز، هذا إجماع. أن الجهر عموما في الجهرية كالفجر والأوليين من المغرب والعشاء هي مستحبة وليست لا واجب ولا ركن. والإسرار في مواطنه كظهر وعصر والأخريين من العشاء والأخيرة من المغرب هذا أيضا استحباب. فالجهر والإسرار في الصلاة في مواطنه مستحب، لا هو ركن ولا هو واجب. نعم. والجمعة والعيدين والأوليين من المغرب والعشاء، وفي صلاة التراويح والوتر عقبها، وهذا مستحب للإمام والمنفرد بما ينفرد به منها. وأما المأموم فلا يجهر بالإجماع، ويسن الجهر في صلاة كسوف القمر، ولا يجهر في كسوف الشمس، ويجهر في الاستسقاء، ولا يجهر. هذا الشافعية، والصحيح أنه يجهر أيضا في كسوف الشمس، لكنه قاسها على أنها صلاة نهارية، فقاس على الظهر وعلى العصر، وإلا الصحيح أنه يجهر فيها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان من حديث عائشة في الصحيحين. نعم. ولا يجهر في الجنازة إذا صليت بالنهار. شفت هذا الضابط عند الشافعية، أنهم يرون أن الصلوات النهارية الأصل فيها الإسرار، والجنازة لا يجهر فيها على الدوام، لا في السرية ولا في لا في النهارية ولا في الليلية. نعم. وكذا بالليل على المذهب الصحيح المختار. نعم. أسر في الجهرية أو جهر في السرية، يعني يتعمد متعمدا ذلك ناسيا. هذه فيها قولة، منهم من رأى أن السنة لا سجود فيها فلا يسجد، منهم من يرى أن يسجد فيها للسهو، والقول بالسجود للسهو أولى، والله أعلم. نعم. ولا يجهر في نوافل النهار غير ما ذكرناه من العيدين والاستسقاء. لا مانع أن تجهر في نافلة النهار إذا كان ذلك فيه لك خشوع ولا يشوش على الآخرين، ما في مانع، لا مانع من ذلك. نعم. واختلف أصحابنا في نوافل الليل، فالأظهر أنه لا يجهر، والثاني يجهر، والثالث له اختيار البغوي يقرأ بين الجهر والإسرار. والصحيح أنه يجهر، لكن لا يشوش على من كان نائما. مر النبي بأبي بكر فقال له ارفع، وبعمر فقال له اخفض، ولما سأل أبا بكر لماذا تقرأ بصوت منخفض قال أسمعت نفسي، وقال لعمر لماذا تقرأ بصوت جهوري مرتفع قال لأوقظ الوسنان، فقال له اخفض أنت وارفع أنت. فلا مانع أن الإنسان أن يقرأ، لأن النبي صلى بحذيفة وغيره وجهر بالبقرة والنساء وآل عمران. الضابط فيه إذا خشي على نفسه رياء فإنه لا يجهر، وإن أزعج أو شوش على نائم فإنه أيضا لا يجهر، لكن الأصل فيها الجهر ولا حرج. نعم. هذا مقصود بها نافلة الليل، هذه النافلة التي في صلاة الليل، وتدخل معها راتبة العشاء وراتبة المغرب، ما في مانع. نقول الضابط فيها إنه ما يشوش على غيره، إن أراد أن يجهر جهر وأسمع نفسه، يعني مثلا الحمد لله رب العالمين ورحمة، ما في مانع، لا مانع، لأن الجهر قليله وكثيره، الجهر قليله وكثير. يعني أنت مثلا في الغرفة وحدك وتريد أن تجهر
نافلة المغرب أو نافلة العشاء ما في مانع، لا مانع من ذلك، ما عندنا نهي يدل على النهي على ذلك. نعم. ولو فاتته صلاة بالليل فقضاها بالنهار أو بالنهار فقضاها بالليل، فهل يعتبر في الجهر والإصرار وقت الفوات أم وقت القضاء؟ فيه وجهان لأصحابنا. الآن عندنا القاعدة تقول القضاء يأخذ حكم الأداء، فالآن صلاة الليل فيها الجهر، فإن فاته ورده بالليل وقضاه بالنهار فهل يجهر أم أنه يسر؟ فيه وجهان، من أخذ أنها صلاة نهارية على ضابط المذهب يرى أنه إيش؟ يسر، ومن أخذ أن القضاء يحكي الأداء فأنه إيش؟ يجهر. والوجه على والقول بالوجهين سائغ عند جماهير العلماء. نعم. أصحابنا الشافعي. نعم نعم، أصحابنا هم من الشافعي. نعم. أظهرهم الاعتبار بوقت القضاء. نعم. ولو جهر في موضع الإصرار أو أسر في موضع الجهر فصلاته صحيحة، ولكنه ارتكب المكروه ولا يسجد للسهو. أرأيت، احنا قلنا فيها الوجهان، منهم من يرى أنها سنة أصلا لا يرى أن السنة فيها سهو، ومنهم من يرى أنه يجبرها بالسهو. نعم. وعلم أن الإصرار في القراءة والتكبيرات وغيرهما من الأذكار هو أن يقوله بحيث يسمع نفسه. نعم. ولا بد من نطقه بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض له. إيش مقصود لا عارض له؟ يعني ما عنده صمم، ما عنده ضعف في أذنيه. القول قول الإنسان السليم والحكم حكم الإنسان السليم، هذا المقصود بالجهر، ليس المبالغة فيه لإنسان يكون عنده صمم أو عنده ضعف في سمعه. نعم. لا، هنا احنا قلنا هذا، ذكرنا ذلك، قلنا ليس للمأموم أن يجهر، وبعض أهل العلم كالمالكية وغيرهم قالوا من تعمد الجهر من المأموم تبطل صلاته، أعمال المأموم سرية، وغالب من يفعل ذلك هم الموسوسون عافنا الله وإياهم، غالب ما تجده يجهر حتى يسمعك الفاتحة والتكبير والتسبيح، غالبهم موسوس تجده، سبحان الله يعافينا وإياه، أو إنسان عنده قصور في الفهم الفقهي، لكن الغالب أنهم موسوسون. لا فعل غير صحيح. قيل وإن تعمد ذلك وداوم عليه تبطل الصلاة، هذا اختيار الشيخ محمد المختار. نعم. وهذا عند المالكية. نعم. أعمال المأموم كلها الأصل فيها الإصرار. نعم. فإن لم يسمع لم تصح قراءته ولا غيرها من الأذكار بلا خلاف. نعم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.